السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو نماذج أسئلة اللغة الكردية مع الحل. عندي أسئلة والحل وعندي نماذج كردي للصف الرابع الإعدادي نهاية الكورس الثاني. هذه الأسئلة 5 أسئلة، يقول لك الإجابة على 4 أسئلة فقط، ترك سؤال. هذه الأسئلة نزلتها بقناتي على التليجرام. زين، هاي الأسئلة والأجوبة هياتها، هذه الأجوبة. خمس أسئلة هنا الأجوبة مالتين هياتها. هسه بعد النماذج، هذا النموذج الأول، وهذا النموذج الثاني، وهذا النموذج الثالث، وهذا النموذج الرابع. هي بس 4 نماذج. هذا عيني، خلينا نعيدها ونمشي الفيديو على كيفنا. يلا